مزيد من التفاصيل بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا تنضم إلينا مباشرة من بغداد مراسلتنا ضحى عنبر. مرحبا بك معنا ضحى. بداية، يعني في أي منطقة تتواجدين الآن، وهل هناك قرارات جديدة من قبل خلية الأزمة؟ نعم، أهلا بك يا راني. أنا الآن أقف في منطقة الأعظمية. هذه المنطقة يعني نوعا ما استجابت إلى حظر التجوال. ما نلاحظه الآن هو حركة يعني طفيفة للعجلات قياسا بباقي المناطق. لو زميلي المصور يأخذ لقطات حية الآن، يعني حركة طفيفة للسيارات قياسا بباقي المناطق. المحال هنا مغلقة، فقط محال التي خضعت للاستثناء، محال البقالة والمواد الغذائية والأفران، الصيدليات. البعض من هذه السيارات هم تابعين للصحة، قد يحملون باج الصحة، البعض الآخر يحمل حالة إنسانية، ولكن قياسا بباقي المناطق هذه المنطقة لا بأس بها. أهالي المنطقة استجابوا بشكل جيد لقانون حظر التجوال. طيب ضحى، هل هناك قرارات جديدة من قبل خلية الأزمة إذا كنت تسمعين، يعني بخصوص المحال التجارية؟ نعم، لو تسمحي لي. هنا الآن سماعات مكبر للصوت ينقل هذه السماعات المكبرة للصوت تنشر التوعية بين المواطنين، تحثهم على الجلوس في المنازل والبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا. نعم، يعني حتى في هذه المنطقة لم نرى هذا الشيء في يعني كباقي المناطق. جيد. نعم. طيب ضحى، هل هناك قرارات جديدة من قبل خلية الأزمة بخصوص بالتحديد خصوص المحال التجارية، الصيدليات، أوقات فتحها وأوقات غلقها؟ هل هناك تحديد ساعات معينة؟ نعم، قد عمم قرار غلق المحال منذ الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5 صباحا. القرار سيطبق منذ يوم غد، يعني اليوم لا يستطيع أصحاب المحال أن يغلقوا محالهم بهذا التوقيت، في نفس هذا التوقيت في الساعة 6 مساء، وذلك لم يسمعوا هذا القرار بالمجمل. ولكن المحال منذ الغد، منذ صباح الغد سوف تفرض هذا القرار على باقي المحال. المحال ستغلق منذ الساعة 6 مساء. طبعا هناك بعض التساؤلات من قبل الصحفيين والصحة في حال إذا كان هناك استثناءات لهم، ستلغى الاستثناءات أم ستبقى؟ لكن الاستثناءات ستبقى للصحفيين وكذلك للصحة والقوات الأمنية، وحتى الحالات الحرجة ستستمر في الاستثناءات ما بعد الساعة 6. طبعا المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينضم معي الدكتور عصام قائم مقام الأعظمية. دكتور، اهلا وسهلا. مرحبا دكتور، تحدثنا عن استجابة المواطنين معك في هذه المنطقة، يعني شلون استقبلوا حظر التجوال؟ يعني اول شيء يعني من المهم ان نثبت انه الاجراءات طبعا غير مخطط لها وغير مسبوقة، باعتبار انه الحدث يعني أشبه بالعاصفة الهوجاء، عصفت بكل العالم، ولذلك من الطبيعي أن تكون الاستجابة يعني مو بمستوى الطموح، لكن وأيضا تتباين بين منطقة وأخرى. فيما يخص الأعظمية، إحنا مبكرا عملنا خلية أزمة اشتركت بها كل القطاعات وبضمنها المجتمع المدني اللي ساعدنا كثيرا، فرق العمل التطوعية ببث هذه الثقافة، وأنا أعتقد إحنا واصلين مرحلة مرضية لا بأس بها، يعني مع تعطل كل أجهزة الدولة يعني التبليغات تكون أيضا صعبة فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك إحنا قادرين يعني نعمل منظومة تؤدي الغرض بطريقة لا بأس بها. طيب دكتور، بعض المخالفين لقانون حظر التجوال، لفرض حظر التجوال، الذين كسروا حظر التجوال، كيف تعاملتم معهم؟ يعني أنا سمعت قبل قليل من حضرتك أنه أعداد بالمئات اللي وضعوا بعض المناطق، يعني والله أنا أعتقد هذا الموضوع أيضا يعتمد على المنظومة الحكومية والمجتمعية اللي تعمل بالمنطقة، وأيضا يعني طبيعة المنطقة سواء يعني وضعها، كثافة السكانية، تخطيطها العمراني، أيضا أساس الأعظمية مدينة مو كأي مدينة، مدينة تأسست الدولة العراقية بها، ولذلك هي أولى بالالتزام من غيرها. دكتور، سؤال أخير، يعني كيف سيتم التعامل مع أصحاب المحال منذ غد في إغلاق محالهم عند الساعة 6 مساء؟ هذا الشيء نعم، إحنا اليوم بلغنا عن طريق المختارين أو عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالقائمة المقامية،
وكذلك خلية الأزمة اللي تضم كل القطاعات العاملة بالقضاء، الصحة والبلدية ودوائر الأمن، القوى الماسكة للأرض، كل يعني الشرطة المحلية، كل هاي. وأعتقد عندنا شبكة مختارين يعني تعمل بصورة منتظمة، وعندنا وحدة خاصة بالقائمة المقامية تعمل مع المختارين، وتبليغات يعني تتوصل بطريقة مرضية أنا أعتقد. شكرا. نعم زميلتي رانيا، على ما يبدو أن فرض حظر التجوال أصبح بين الكر والفار ما بين المناطق، يعني ممكن تكون هذه المنطقة حسب وعيها الثقافي أصبح الموضوع بيد الوعي الثقافي لدى المناطق، قد تكون هذه المنطقة ذات بيئة مجتمعية يعني يبدو أنه الأعظمية ملتزمة نوعا ما بقرارات خالية الأزمة وهناك وعي واضح. طيب ضحى، من خلال تجوالك في مدينة بغداد، أي المناطق الأكثر التي لم تلتزم وليس لديها وعي بما يحدث اليوم؟ نعم، يعني أنا قلت في السابق أن منطقة حي الأمين وبعض المناطق من زيونة وحتى منطقة السفينة حتى الآن لم تستجاب لحظر التجول بطريقة جيدة. يعني لو ينتقل بعض الزملاء أو وسائل الإعلام إلى تلك المناطق سيرون أن تلك المناطق هي بعيدة كل البعد عن هذا عن حظر التجوال، حتى أهالي المنطقة، حتى المقاهي، حتى بعض المحال لا تزال تعمل بطريقة طبيعية وانسيابية، وكأن شيء لم يكن، وكأنه لم يكن هناك وباء ولا لم تكن هناك خلية أزمة ولم تكن هناك حتى قطاعات للجيش تفرض عليهم حظر التجوال، وبالرغم من إلقاء القبض على المخالفين لقانون حظر التجوال، ولكن يعني يعاودون الكرة مرة وأخرى. يعني هذا الشيء أصبح يعتمد على الوعي الثقافي لدى البيئة الاجتماعية لمناطق دون أخرى، وكذلك الوعي الثقافي للشخص ذاته. انضمت معنا الزميلة ضحى عنبر من بغداد، شكرا لك ولضيفك الكريم.